مرحبا، كيفكم اليوم؟ الفيديو راح يكون عن اليوم راح نلعب روبلوكس بس باركور. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات. يلا نبلش. هلا بتقول انت ليش سرعة؟ لما عملت الشخصية نسيت احط شعر. انا ما شحن روبلوكس، راح اشحن روبلوكس، انتظروني. اوكي، هلا المهم قبل ما نبدأ الفيديو لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات. يلا نبلش. اوكي، هلا راح نبدا في هذا الاول. جيت لكم في عندنا بس 4 محاولات نموت فيهم، فهمتوا يعني؟ او نوقع بالغلط فيهم. اوكي، طبعا هاي اختي اللي عم تلعب، انا داخل معها صراحه، يعني حاول ما اوقع. وقعت، شو جابني هون؟ وغيت في جدي هون، انا كنت هنيك. يلا نكمل عادي عادي، ما حدا شاف، ما حدا شاف. صورك ما بتعرفوا. اوكي، خلينا نكمل. يلا، فحدا غش بس انا ما بعرف كيف هو اجاني، جابني لهون. بس نكمل على اللي جابوني اياه، يعني هذا يسمونه وسيلة المساعدة بالنسبة لي يعني. شو هاد؟ من تحت أرض، اللعبة تحت أرض. يلا بليز وصلوني ألف مشترك في أسرع وقت، لأن أنا لما وصلت العطلة راح أعمل لكم كل يوم فيديو إن شاء الله إذا عندي وقت. يعني انا وقت الصراحة كله على الاكل، لان لما بدأت المدرسة ولا اكلت لي اليوم لمتين في العشاء ولا لمتين في الغداء. كم مش مهم هلا، مهم احنا هلا نكمل الباركور، نكمل الباركور. يلا يلا يلا. اوكي، خلينا نكمل الباركور. اوكي، طبعا هلا راح نبدا في هدول. طيب هلا وصلنا. الاهم انه ما لازم نضغط على هذا الاحمر، لان اذا ضغطنا على هذا الاحمر بنموت. هلا هذا على لا، يعني احنا المفروض هلا نضغط بس على هذا اللي هون، الاصفر والاحمر والاخضر والبنفسجي والازرق والوردي، ما نضغط على الابيض. كل مره بيجيبولنا اشي جديد، ما عرفت احكي. اوكي، هلا وقعت. هاي احسبولي، هاي واحد. اوكي، هاي اول وقعة قبل شوي وقعت واحد. اوكي، اخذنا تشيك بوينت طبعا، هاد عشان اذا متنا بيجيبونا هون. اوكي، هاد كمان تشيك بوينت. اسبولي الوقعات، هلا يمكن هون اوقع اكيد، مثل برج خليفة، بس برج خليفة اطول، دبي. اوكي، تشيك بوينت. لا هلا هاي نفس هديك، نفس هذيك المربعات بس دائرة، يعني دائرة. الحمد لله ما ضغطت. شو صار؟ مشيت. ايش؟ اوكي، هلا هون 3 وقعات، باقي لي وقعة واحدة بس ما بدي اوقع، يعني ما بدي بعد هاي الفرصة، ما بدي اوقع. اوكي، لازم مع الماموت، لازم ماموت. فوز في المحاولات كلهم فوز. اوكي، بسم الله. اوكي يلا، حطولي محاولتين زايدة، حطولي
احسن احسن احسن. انا هاي يمكن ما راح اعملها، يمكن اعمل اوكي. طبعا انا لما اخذت الفاصل طولت فيها كثير، بس صراحة مو منتج منتج ما منتج ابدا. بس عملت سكيب بالستيج، يعني عملت سكيب بالستيج. اوكي طبعا مثل ما قلت لكم قبل شوي عملت سكيب بالستيج، يعني كثير طولت فيها ومتت مرتين، فهي المحاولات راحت. اوكي فهلا راح نكمل الشيء هون هون ثابت. لا في نهاية فيهم اصلا عاطيني اياها كثير. مين نبرة هيك؟ لا منيح انه هيك فيه، ولا لو مو هيك فيه انا ميتة. هلا خسرانة اصلا، خسرانة انا اصلا، خسرانة اصلا. الحمد لله كثير 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 صعبة، ما شاء الله مو صعبة علي، بس اوكي مو صعبة علي. اوكي هلا نحن كثير سهلة، بس زي هيك كثير زينة. هلا هاي بها يعني قفز. هلا حبتها راح اكمل ان شاء الله ما اخسر ابدا عشان افوز في المحاولة الثانية. اوكي هلا الحمد لله، هلا ماشي صح، ماشي صح الحمد لله. هلا هاي يمكن اخسر فيها، هاي يمكن اخسر. اوكي لا ما اخسر. طبعا اذا خلص الفيديو يمكن اعمل لكم جزء ثاني عليه، لانه صراحة كثير طويل، يكفي فوق كمان. اوكي هاي الصفرة، لا الحمرا الحمرا نجرب كلهم. طيب لا لا مرتين وقعت، يعني انا خسرت. لا يا الله يلا عاد. اليوم راح اكمل معكم نص هذا يمكن، يعني كثير طويل وفوق كمان، راح تشوفوا قد ايش فيه، وراح اعمل لكم اجزاء عليه. لا هذا راح يكون الجزء الاول، لا هذا يكون الجزء الاول. وانتو كمان احفظوا هذا المكان مشان يمكن هو كمان يعبر من مثل قبل شوي، عشان ارجع واكمل لكم، يعني ارجع للمكان اللي كنت فيه واكمل لكم. فهمتوا؟ اوكي اوكي انا هلا انا انا طلع عادي. راح احط شعر، لا تخافوا راح احط. المهم الحمد لله ما انا يمكن طلعت من اللعبة وصارت شو دخلني فيها. خليني نكمل. شو رأيكم؟ عندي فكرة. هلا هاي الموتات كلها والمحاولات كلها بعدوها، في كل يعني تشيك بوينت محاولة أو محاولتين، يعني هون تشيك بوينت واحد، يعني هون موجود عندي محاولتين بوقة، والباقي كل نفس الشيء، يعني كل تشيك بوينت. فهمت علي؟ احنا كل ساعة مغيرين عادي، كمل عادي. هلا هون أنا موقع، يعني هلا لسه عندي محاولتين، لسه في عندي محاولة واحدة، محاولة واحدة. اوكي المحاولة ما لازم اكسرها ابدا،
ما لازم أخسر أبدا، ما لازم أخسر أبدا 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 أبدا. أوكي ما أخسرت أبدا، نكمل نكمل نكمل. الحين تكون صعب شوي، تكون صعب شوي، كلكم تكون صعبة. وش فيها شغالة ليش؟ لأن ما بدنا ننسى إحنا عدنا قبل قبضة، وانزل نسرع. هلا هاي تخسرني، هاي في هذين أماكن راح أحط فيها، هاي راح بعدها بعدين أجي هيك زي هيك. هلا هاي المحاولة راحت، أنا هون شفت ما انتسى محاولتين إجوني مشان صالح. لا هذا التحدي يكون كتير حلو صراحة، هاي راح أخسر فيه مية مية مية. كيف نشوف هذا الصوت؟ هذا بدي وقعني، بعد عني بعد عني بلش يا تاتي، بلش عطينا سيف سيف نفرد نسكب السيف هون في فوق. هلا عطينا سكب السيف، بس ممكن في روبلوكس في روبوكس قصدي، يمكن هذا بس كل شيء لما نضغطه لازم يعني في روبوكس يصير. ما بعرف هون ليش حاطين هيك شكل هدية، هون هون حاطين شكل هدية بس ليش بس يعني نكمل هون. شوفون لسه في عندي محاولتين زيادة. راح نحن الفيديو هون لأن صار 12 دقيقة، فراح أكمل معكم الفيديو الجاي إن شاء الله بكرة. فهكذا الفيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا في القناة. باي.